إذ العلماء فرقوا بين أمرين، بين الرياء وبين التشريك في النية، فذكروا أن الرياء هو فعل العبادة لأجل الغير، وحينئذ يكون محبطا للعمل، بل يكون موجبا للعقوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الشرك شرك الرياء، فإن هذا داخل في عموم الآية. وأما النوع الثاني وهو التشريك في النية، فإنه طارئ على جميع العبادات، بأن يؤدي العبد العبادة لله عز وجل قاصدا وجهه، راجيا ثوابه، خائفا من عذابه، لكنه يشرك مع ذلك إرادة من إرادات الدنيا. وهذا ما يدل عليه ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. ولذا فإن المحققين من أهل العلم يفرقون بين الرياء وبين التشريك، فيقولون إن الرياء محبط للعمل، مبطل له، لا يغفر الله عز وجل من أتى بشرك إلا أن يتدارك فعله بالتوبة والإنابة. وأما التشريك في النية فإنه ينقص ثواب العمل وينقص أجره ولا يكون مبطلا له.